واروح لاستاذ محمد سيف عضو التحالف الوطني. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هل لازلت في الاحتفالية ولا خرجت؟ يعني خلاص في طريقنا للخروج. احتفالية وراها جهد كبير من التنظيم، بس عايز أسأل حضرتك، هل هذه المبادرة كتف بكتف قابلة للتكرار مرة أخرى، ولا هي مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان؟ خليني في البداية فندم أقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين وأهل مصر كلهم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. زي ما حضرتك يا فندم نوهت ان الاحتفاليه والتنظيم وراها جهد كبير، احنا فعلا ده مجهود احنا شغالين عليه بقالنا اكتر من شهرين عشان نقدر ان احنا نجمع 4 مليون كرتونه عشان نقدر ان احنا نوصل للاسر الاكثر احتياجا في مصر كلها. مش بس كده كمان يا فندم، المبادرة دي هي ليست وليدة هذه اللحظة، هي مبادرة احنا اخدناها على عاتقنا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة اهالينا والاسر الاكثر احتياجا نتيجة للازمة الاقتصادية الطاحنة اللي بتمر بيها العالم كله واللي هي بالطبع اثرت على مصر. اكيد المبادرة دي يا فندم هتفضل مستمرة وهيتكرر مزيد من المبادرات. وخليني اقول لك ان دي مش اول مبادرة يطلقها التحالف الوطني، كان في اكتر من مبادرة قبل كده زي قطار الخير وزي ستر وعافية، وفي اكتر من مبادرة وفي فرح قلبي وفي ازرع يعني بالظبط ازرع وفي كذا مبادرة يا فندم التحالف اطلقها، كل ده لصالح اهالينا الطيبين اهل مصر الكرام. انا بشكرك استاذ محمد سيف عضو مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني.